فاكر كم مرة ماما قالت لك هات يا حبيبي حوش لك العيدية واخدتها صرفتها؟ طبعا فاكرة، انا اصلا مش فاكرة انا خدت العيدية امتى. بس مش عارفة كم مرة يعني، اكيد كنت صغيرة وكانت اي عادية بقى كبيرة بتيجي تاخدها. دلوقتي لا طبعا انا اللي باخد. لو يا حبيبي يلا شلك بقى. ولا مرة بصراحة، ولا مرة عشان انا شاطرة. انا دلوقتي بقى باخد عيدية ولادي وانا اللي بجيب لهم. كانت بتاخدها تشيلها لي وبعد كده ممكن تديني جزء منها، ممكن ما اخدهاش خالص، ممكن تشارك بيها في هدوم العيد، تعمل لي اي حاجة. لا دلوقتي لا طبعا، دلوقتي لا خلاص بقى انا كبيرة ومتجوزة وبتاع، فلا بيدوني طبعا. انا مامي وبعمل فيهم كده. اساسي يعني، مش هكذب. ما هو هيضيعوا، هما بياخدوهم سويتس وحاجات وكانديز وكده، فاقول هجيب لهم بيها حاجه وبنسى بقى، يا اما بجيب فعلا. والامانه فاكره صراحه كانت بتاخدهم مني كلهم، بس يعني في الاخر كانت بتاخدهم عشان تخرجني بيهم، يعني مثلا تاني يوم تالت يوم كده، بس كانت بتاخدهم كلهم. لا دلوقتي محدش عارف ياخد مني حاجه. كنت بقى يعني مثلا عيدين مع بعض واجي اصرف عيد الكبير اخد الاثنين بقى مع بعض. العيديات كلها اللي حوشتها فلوسي. انا ولادي بياخدوا العيديه بيحوشوها، بتبقى الوفات وانا اللي بدفعها. لا بس انا عايشه معاه فاقد الشيء يعطيه ويعطيه ببذخ، لانه يعني ده حرمانه. كانت بتاخدها مني وتقول لي هحوشها لك، وبعد كده بتاخدها هي بتصرفها في اي حاجه تانية غير اللي انا عايزاه. كتير جدا انا بعمل كده دلوقتي مع ولادي. باخد منهم العيديه عشان احوشها لهم وبصرفها انا. بضحك عليهم. لما بقيت ماما انا طبعا انا عملتها مرتين. ليه بقى؟ عشان برضه اجيب لهم حاجه كويسه زي ما مامتي كانت بتعمل. لا ماما طيبه، ما عملتش كده ولا مره. هي عارفه ان انا باخدهم انزل اصرف في مراتهم، مش بديها فلوس. لا واحنا صغيرين كتير قوي. وبعدين دلوقتي بقى؟ لا دلوقتي خلاص العيديه بتتاخد ليا انا بس، ما حدش بيقدر ياخدها مني. كانت بتحوشها بس بعدين بتشتري لي بيها حاجه. خلاص ما بشوفهاش تاني. كتير لحد ما انا عندي 16 سنه. والله من كام يوم عملتها لي. قالت لي انا محوشها لك العيديه. لا ده دايما كانت بتحوشها لي، بس كانت بتجيب لي بيها حاجات احسن الحقيقه يعني. كانت بتقول لي هاتي العيديه بتشيلها لي يعني. لا بتشيلها لي بصراحه. انا دلوقتي اللي بعمل كده بصراحه، باخد عيديه. اكيد كتير. كتير قوي. ولا حاجة، بنتحايل على القانون بقى، واشتري لي يا مامي ده واشتري لي ده وهاتي لي ده في الخباثة كده. لغاية ما ناخد حقنا. لا بصراحة مش فاكرة ان بقيت بمدرسة انا ماما وباخد منهم نفس العيدية وبحوشها وبصرفها، فقدرت الست بصراحة كانت بتعمل مجهود.